أهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين اللي زالوا متابعين برنامج يوم جديد. احنا معاكم بالساعة الأخيرة من وقت البرنامج وعندنا فقرات متعددة. هاي الفقرة رح نحكي فيها عن مشروع اسمه صداقة، وجزء تعرضنا بحلقات ماضية طبيعة هذا المشروع اللي الهدف الأول والأخير منه هو أن يكون في لكل سيدة في مكان عملها مكان، اللي هو اصطلاحا حضانة لكي تطمئن على أبنائها إلى جانبها ولكي تعطي أكثر في عملها وتكون مطمئنة فعلا أن أولادها في مكان آمن يستطيع أنه يقدم لهم يعني معارف ووقت جميل وممتع وآمن أيضا. هذه الحملة بيشتغل عليها عدد كبير من الناس المتحمسين ولاقت حقيقة يعني دعم كتير كبير من المجتمع ومن المؤسسات. يسرنا أن يكون معنا، واللي بيميز كمان صداقة قبل ما أقدم ضيوفي انه ما في رئيس ومرؤوس، يعني في عدد كبير من الناس اللي عم يشتغلوا لكي يحققوا هدف ان يكون في حضانه في مكان عمل المراه. مرحب واياكم برندا نفاع من المتحمسين جدا لصداقه. اهلا وسهلا فيك يا رندا. سهر العلول، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك يا سهر، ايضا واحده من اصدقاء صداقه، خلينا نقول اهلا وسهلا فيكم. بدايه معك سهر، نرجع للناس اللي ما بيعرفوا كثير عن صداقه، ما هي صداقه؟ شيء شكرا لك ست سمر على استضافتك، هاي المره الثانيه اللي بتستضيفي صباح الخير الحمله، شكرا لهذا الدعم. وصداقه هي بالفعل حمله مشكله من امهات واسر عامله متطوعين بهدف تمكين المراه ومن انها تستمر في عملها وتمكينها من انها تستمر باريحيه كمان وتشجيعها على العمل وتشجيع الاسره انها تستمر في هذا المجال ويكون في نوع من الشبكه اللي بتوفر لها بيئه عمل امنه وحاضنه لها كاسره من خلال تفعيل مادة في قانون العمل اسمها المادة 72. هاي المادة بتنص على انه كل صاحب او صاحبة عمل عليهم توفير او تهيئة مكان مناسب في مكان العمل لحضانة الاطفال. اذا توفر شرطين، انه يكون في اكثر من 20 سيدة عاملة ويكون لديهم أطفال 10 أطفال دون سن الأربع سنوات. فإحنا بنشتغل حملة بعطي شوية المشاهدين شوية فكرة عن كيف إحنا بنشتغل من فريق. إحنا مشكرين من فريق مؤسس من أمهات وأسر عاملة، يعني في بيناتنا في رجال، يعني لا يفكروا إنه بس أمهات، لا في أبهات أيضا، آباء عم بيشتغلوا معاكم. بنشدد على كلمة الأسرة العاملة طبعا تحديدا. الأسرة العاملة، ونشتغل بطريقة التنظيم المجتمعي. ومن هاي الطريقة انه احنا عندنا عدة فرضيات للتغيير. هاي الفرضيات اللي هي اذا اول وحدة توعت المرأة العاملة او الاسرة العاملة بحقها بهاي المادة بالمادة 72 فهي من نفسها وهي الاسرة كاملة من نفسها رح تطالب بتطبيق هاي المادة في مكان طيب العمل. هذا جميل على المستوى النظري. انا بحس انه في شكل من اشكال القهر يمارس على المرأة في مكان العمل، انه هذا الشغل هذا هو اللي موجود، هذا اللي موجود عندنا، عجبك عجبك ما عجبك فيك تتركي العمل. بتصير هي بين نارين، انه هي بدها تشتغل وتأمن قوت اسرتها، وبين انه هي تاركة اولادها بظروف الله اعلم شو هي بمكان بعيد، او مثلا يعني ما انت عارفين ظروف الاماكن البعيدة عن عمل المرأة، كيف تكون المرأة متوترة وتعبانة وابنها بتصلوا فيها الحضانة سخنان وهي بعيدة عنه. كلنا بنعرف كأمهات هاي الظروف الصعبة. على أرض الواقع قديه في تغيير بالفعل لهذا الوضع اللي يمارس فيه قهر على المرأة في مكان العمل؟ تمام. نحن دائما بصداقة سمر بنحكي أنه مش من العدل تنحط المرأة بوضعية تختار بين البيت أو أبداً العمل. أبداً مش عدل أبداً. ونحن عشان هيك القوانين أجت احترمت خلينا نحكي الطبيعة البيولوجية للمرأة. أنا في يوم من الأيام رح تنجب ويصير في عندها أولاد طبعاً. وبالتالي القانون وضع لأن هذا نحمي المرأة أنها تستمر بالعمل. نحن اليوم إحصائية بتحكي أنه في 12.7 مشاركة المرأة الاقتصادية بنهاية 2014 كانت هاي النسبة، وهي نسبة كتير متدنية من أدنى النسب على مستوى المنطقة. فنحن لازم نتوقف عند هذا الإشي. وبالضبط أنت زي ما حكيتي، للأسف الثقافة السائدة هاي أنه عمل المرأة مش أساسي ومش مهم هاي موجودة يعني قبل المجتمع بشكل عند صاحب العمل نفسه مرات.
فعشان هيك المادة 72 تعطي حصانة قانونية لا السبب اللي حكيته إن المرأة تستمر بعملها، تحافظ عملها، تترقى بعملها، ونساهم على المدى البعيد إنه نزيد بنسبة مشاركة المرأة الاقتصادية. الطمأنينة النفسية مهمة، والطمأنينة النفسية بتولد عنها زيادة بالإنتاجية، تركيز وانضباط، كل الفوائد اللي نحن شفناها. لما تشوفي في حضانة بتشوفي إنه الغيابات بتقل طبعاً، الإجازات مرتاحة، بدون مستقرة راتب أكثر بالضبط. التأخر صباحاً هذا مش وارد، الخروج مبكراً من العمل الأسباب اللي ذكرتيها. بنشوف نحن اليوم بأزمة المواصلات قد الأم تتغلب لما تكون الحضانة بعيدة عن مكان العمل طبعاً. عم تعمل مشوارين، مشوار للحضانة، مشوار لشغلها يعني تمام. كمان انت عم تحكي من معاناة شخصية متأكدة. طبعا طبعا زينا كلنا طبعاً. فهذا كله نتخطاه لما يكون في حضانة بمكان العمل. أكيد. الدراسات عم تحكي اليوم انه لما يكون في حضانة بتنقص من معدل الدوران الوظيفي، وبتحافظ على الكفاءات البشرية داخل مكان العمل. وأيضا الدراسات أثبتت إنه صاحب العمل يعني لما يكون في حضانة بيكون في وفر، وعلى المدى البعيد في ربح على الشركة نتيجة طبعاً وجود طبعاً الحضانة طبعاً. فالفوائد على الجميع، على صاحب العمل، على المرأة العاملة، على المجتمع. ونحن بصداقة يعني أخذنا على عاتقنا تفعيل هاي المادة لما كانت هي المادة بالأدراج. ونحن اليوم يعني في صدى، بس هذا الصدى نتيجة جهد كتير كبير قمنا فيه بالتعاون مع كافة الأطراف. يعني وزارة العمل كمان شاد حيلها بهذا الإطار. فنحن آخر سنتين في تعاون كتير كبير مع وزارة العمل، ومؤخرا كمان مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة. وعم بيصير في تفتيش دوري على المؤسسات من خلال مديرية التفتيش بوزارة العمل، وبالتعاون مع مديرية عمل المرأة أيضا. ونتيجة هذا العمل اللي عم نقوم فيه يعني من كافة الأطراف، يعني عم بصير في خلق، صار في وعي عام لأهمية وجود الحضانة، لأهمية عمل المرأة. المرأة نفسها وعيات مش بس للمادة 72، صارت تتوعى على حقوقها الثانية. يعني صار تتشعب الأمور الأشياء الثانية. نقول بجوز كمان ما بعرف سهر قد ايه ممكن توافقني إنه نحن ما عندنا خلل بالقانون، قوانين موجودة لحفظ حقوق الجميع، نساء، رجال، أطفال، بس المشكلة في تطبيقها وعدم وعي المؤسسات والأفراد بأنه هي ملزمة. قد ايه في مؤسسات من بداية صداقة جاوبت مع حملتكم ست سهر؟ احنا صراحة بخلال السنتين الماضيات، بدي أبني على حكي رندا، قمنا بالتواصل مع شركات عديدة بنطبق عليها القانون، وركزنا يعني على الشركات اللي فيها 100 فما فوق تقريبا. ولهلأ صار في عنا من خلال الورشات اللي عملناها بالتعاون مع الأطراف المختلفة، تحديدا وزارة العمل، وزارة التنمية، الدفاع المدني، وزارة الصحة، كل الجهات المسؤولة عن ترخيص أعطاء هاي التراخيص للحضانات المؤسسية، عملنا ورشات عمل لقطاعات مختلفة، واخترنا قطاعين تحديدا اللي هم الصحة والتعليم. اللي فيهم نسبة مشاركة المرأة أعلى. وصار في وعي لا بأس فيه، وأخذنا التزام تقريبا من 24 مؤسسة لغاية والله الآن. ممتاز ممتاز بهذا الموضوع. هلأ إحنا هاي السنة رح يكون تركيزنا مع وزارة العمل على التفتيش. أول شيء هم بيقوموا بالتفتيش، شدوا حيلهم بالتفتيش على الحضانات مع مديرة التفتيش لوزارة العمل، فتشوا على المؤسسات التي ينطبق عليها القانون. اللي هم إحنا قلنا القطاع الخاص قديم مشمول كمان بهذا القانون. هلأ هو هذه المادة 72 ينطبق عليه، هي موجهة المادة 72 موجهة للقطاع الخاص. أوكي. لكن مؤخرا صدر في تعميم من رئاسة الوزراء إنه بضرورة إنشاء حضانات مؤسسية أو أماكن لرعاية الأطفال في القطاع العام.
فصدر في هذا التعميم. هلا مؤخرا هذا جديد بالضبط يعني ما صلوش كم من اسبوع وهذا الصراحه بنتيجه جهود لا يعني لا يستهان فيها لا وزاره العمل وبالتعاون مع صداقه، لانه كان من خلال ورش العمل اللي عملناها كان في امهات عاملات في القطاع العام يحضروا معنا. اوكي فنتيجه لمطالبات هاي اللي صار في تجاوب حكومي. بالضبط صار في تجاوب حكومي وصدر هذا التعاون. يعني هو في بعض الاشياء لازم تتغير بنظره المجتمع. اول شيء احنا بطلنا اسر ممتده اللي نقول انه الام تستطيع انها تحط ابنها مثلا عند تيتا عند حماتها عند عمتها عند خالتها. هذا الشيء خلص تقريبا عم بينتهي من من المجتمع. البديل هو شكل مؤسسي اللي هي الحضانات. قد ايه بتحاولوا انه كمان في ست رندا شغلهم للساعه 6 مثلا للساعه 7 مرات للساعه 8. فكره الحضانه المسائيه هاي مش وارده ابدا على فكره، يعني قليل كثير لتشوفي وبتكون كثير غاليه، يعني بدك تحط بحضانه مسائيه كثير كثير مرتفع سعرها. هذا الموضوع التفتوا له رندا بشغلكم؟ تمام. ما هو لما يكون في حضانه مؤسسيه انت بتتجاوزي هاي مع طبيعه عمل المؤسسه بتفتح لما تفتح يعني مع بدايه الدوام ومع نهايه الدوام تنتهي، فانت بتتجاوزي فكره انك انت تاخذي طفلك لحضانه تجاريه اللي هي ممكن تكون بعيده عن مكان العمل، اللي ممكن بتكون تغلق على الساعه 2 ودوامك للساعه 6، اللي بتضطر الام تترك العمل تاخذ طفلها توصله مكان ثاني وبتضلها مش مطمئنه نفسيا. فكل هذا نتجاوزه لما يكون في تفعيل للمادة 72. صحيح. واللي نحن عم نحكي فيه انه يفترض انه كل المؤسسات تخطو هاي الخطوة. صح. سواء كانت عامة او خاصة، يعني اذا هم حتى بفكروا بمبدأ الربح والخسارة والنجاح والفشل هو لمصلحة العمل، ابدا ما يفكروا انه بدنا نقلب الشغل حضانة ويصيروا يجوا هم اولاد، لا مش هيك القصة. هي القصة لزيادة الانتاجية. نحن عندنا فريق بتمنى ان شاء الله انه كل التوفيق لصداقة. مشروع رائع، انا معكم قلبا وقالبا من قلب المعاناة بحكي معكم كأم. شكرا جزيلا رندا، شكرا جزيلا سهر العالم، شكرا لك، شكرا للاستضافة. تسلمي. واحنا عزيزي أنا فاصل قصير ونتابع معاكم فقراتنا.